وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار. أهلا ومرحبا بك أستاذ باسل. بداية، مقتل 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين في قصف روسي غربي حلب، ما تعليقكم على هذا القصف الذي يستهدف المدنيين؟ أهلا وسهلا بكم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة يعني طبعا خلال الفترة الماضية لم توفر يعني آلة القصف الروسي أو النظام وغيرها من الأطراف الحقيقة مناسبة المناسبات إلا وبادرت فيها إلى قصف المدنيين، وعادة ما يصاحب عمليات القصف هذه سقوط أعداد كبيرة أو يعني لا بأس بها من المدنيين من مختلف الأطراف. هذا السلوك ليس سلوكا جديدا، ويبدو أن الروس في الفترة الأخيرة حاولوا استثمار الأحداث والاشتباكات التي تحدث في هذه المنطقة بالذات أو بالتحديد، وبادروا بدورهم إلى قيام بعمليات قصف أدت إلى سقوط مدني. هل يمكن ربط هذا القصف بدخول هيئة تحرير الشام غربي حلب وتحديدا دارة عزة؟ وهل كان دخول هيئة تحرير الشام مخطط له لاستفادة الروس من وجودهم؟ يعني الروس في كل الأحوال لن يتركوا حدثا مثل هذا الحدث يمر دون أن يبادروا أو يحاولوا أن يستثمروه لصالحهم، أيا كانت الغاية الحقيقية خلف العملية الأخيرة التي قامت فيها هيئة تحرير الشام من عملية تبدد على فصائل أخرى وتبدد في مناطق جديدة، لكنها بالتأكيد بشكل عن قصد أو غير قصد أعطت ذريعة إضافية للروس مثلا أو للنظام للاستمرار في قصف هذه المناطق وإيقاع الضحايا بين المدنيين. واشنطن أعلنت عن تعيين جيمس جيفري مبعوثا للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، كيف ترى هذا التعيين؟ وهل تعتقدون أنه يأتي في إطار نية المجتمع الدولي تصفية الأزمة السورية؟ لا، هو حقيقة مسألة تصفية الأزمة السورية لا ما زالت تبدو بعيدة المنال، لكن كما قلنا ربما سابقا من خلال قناتكم هذه السابقة ومرات عديدة أنه توجه المجتمع الدولي هو لاستيعاب وإدارة الأزمة السورية وليس إلى إنهائها أو إيقافها بالكامل أو إيجاد حل نهائي. وبالتالي تأتي هذه التعيينات، التحركات، الانسحابات الأمريكية غيرها من تقديم بعض المسؤولين من وقت لآخر، طرح بعض الخطط، المؤتمرات، اللقاءات، كلها في إطار استيعاب تبعات القضية السورية وحصرها في داخل سوريا وليس في إطار إيجاد حل نهائي للأزمة عادل بخصوص سوريا. لكن في المقابل منظمة إيرورز المعنية بمراقبة الخسائر المدنية للغارات الجوية تقول إن شفافية التحالف الدولي بشأن غاراته في سوريا والعراق تتضاءل، هل برأيكم سيدفع المدنيون ثمن إنهاء الأزمة السورية في ظل هذه التقارير؟ هم المدنيون فترة طويلة ليس سيدفعون، وإنما يدفعون أساسا ومنذ فترة ليست بالقليلة، يعني خلال منذ عام 2014 تقريبا أو وسط 2014 وحتى البخت الحالي لا يمر يوم تقريبا، من النادر جدا ان يمر يوم دون وقوع ضحايا من المدنيين، ومرت فتره خلال فتره 2015 كانت اعداد الضحايا اليوميه ارقام بالعشرات وهو رقم جدا جدا كبير طبعا، وكان دائما هناك نسبه كبيره من هؤلاء الضحايا من الاطفال والنساء والمدنيين بشكل عام، وبالتالي المدنيين في سوريا من الاصل يدفعون ثمن ما يجري في سوريا بشكل او باخر. من عدمه بخصوص هذا الامر، يعني قوات التحالف عندما تعلن عن قتل او لا تعلن او تتبنى او لا تتبنى الشفافيه لا تبغي المسؤوليه، عندما تقوم طائرات حربيه او قوات مثل التحالف بايقاع ضربات في مناطق مثل الشرق سوريا ثم يتبين ان اهدافها كلها او اغلبها تصيب المدنيين، هناك مشكله كبيره في هذا الامر ويجب يعني مراجعتها وتحميل المسؤوليه للاطراف المعنيه. نعم، رئيس مركز ادراك للدراسات باسل حفار كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.